مدينة ليد مشهورة جدا في التين الشوكي، لأنه حجم الثمرة أكبر ثمرة في العالم، يعني هو في الليد. والليد كان فيها أشجار كثير من الفواكه، كان فيها مثلا أشجار المشمش واللوز الأخضر. كانت القوات الإسرائيلية تغزو البلاد، القرى تمشي، يعني سقطت يافا، بعدين سقطت القرى اللي حوالين يافا، فصرنا إحنا أمام القوات الإسرائيلية. صاروا الجنود الإسرائيليين يدقوا على الأبواب، يقولوا كل واحد فوق 15 أو 16 سنة يطلع برا يستنى في الساحة، واللي بيتأخر يقتل. فكان في مئات من الشباب صفين، ويجي الضابط يطلع يقول انت روح، والشباب انت خليك. واحنا عرفنا فيما بعد انه ابوي هو راجع طخوف الطريق. 19,000 Palestinians lived in Lida, but its population had been swollen by refugees from Jaffa and outlying villages. Orders for the expulsions to take place came from the first Israeli Prime Minister David Ben-Gurion and leader of the terrorist group Haganah, Yitzhak Rabin. The population of Lida did not leave willingly. What followed would become known as the Lida Death March. The men of the town fought for a few hours armed with old rifles, then took shelter at the Damish Mosque. They surrendered but were massacred by the Jewish forces. 176 bodies were found in the mosque. Those fleeing the massacre had their belongings looted by Jewish soldiers. Some who were slow to hand over their valuables were also killed. بعدين مشينا بين الجبال، واحنا ماشيين كان آلاف الناس، لأنه اللد هذه لما سقطت القرى، فروحنا اطلعنا لقينا في جنود وحاطين بطانية حرام، وكل ما واحدة تمرق ياخذوا المساق تبعها. مشيت مع الناس، فكنت أنا ضعيف لأنه جوعان ومش نايم وعطشان، شعرت دوار وقعت على الأرض. بعدين لقيت ناس بيسقوني، عمال بيسقوني، حطوا لي مي. صحيت هذا شربت، وبعدين مشيت وصلت السير حوالي يمكن 10-12 كيلومتر مشي بين الجبال. اطلع وراي الاقي الناس طالعين من الليد، احنا في منطقة عالية، كان في الناس اشوفهم ماشيين كذا زي الحية ماشيين بين الجبال. The summer of 1948 was treacherously hot. Refugees from Ramla and Lida were marched out of town toward the hills in the direction of Ramallah, more than 20 miles away. 3 days later, the men, women and children on the death march reached safety. More than 350 had died of thirst or exhaustion. أولهم صار واصل قرية اسمها نعلين. نعلين في الضفة الغربية. آخرهم كان لسه بزحف بيطلعوا من اللد عمال. لما وصلت نعلين لقيت الناس هناك حاملين جرار مية وبيسقوا الناس. فأنا مسكت الجرة وصرت أشرب أشرب أشرب، صارت المية تطلع من مناخيري. صحيت أنا كأني أنا كنت سكران وصحيت. إيش اللي صار؟ وين أنا؟ وين أمي؟ وين أبوي؟ وين إخوتي؟ ولا حد. وكانت الدنيا ليل، في المساء صار، والدنيا صيف. الله سبحانه وتعالى إنه كانت صيف، لو كانت شتاء كنا متنا. لما وصلنا رام الله هناك ما نعرفش حد، اطلعت معناش فلوس، أمي معهاش إشي، معها خاتم بس، بعرفش اليهود كيف نسجوا الخاتم هذا ما شافوهوش. فبيعنا الخاتم، اشترينا فيه يعني أكل عشان نأكل.
وأنا ماشي لقيت صديق إلي كنت ألعب أنا وياه في الحارة في يافا. How are you محمد؟ كيف حالك؟ كيفك؟ قلت له الحمد لله. كيف أمك؟ كيف أبوك؟ كيف هذا؟ قلت له أبوي ما جاش. قال لي معاك فلوس؟ قلت له لا. كان صديقي أنا معاه 4 جنيه، أعطاني 3 وخلى بجيبه جنيه واحد. عمتي في غزة دريت في المصيبة هذه، فبعتت ناس تقول لهم، يعني بتقولنا إنه بتقول لك عمتك تعال عندنا. البيت صغير، في غرفة واحدة للنوم وفي مطبخ وفي حمام. صارت المشكلة يعني بدنا أكل كتير، عمتي ما عندها القدرة المالية إنه تطعمينا كلنا. Beach camp lies beside the sea in the northern part of Gaza City. The refugees pouring in from Lida and beyond first lived there in tents. Today, more than 90,000 refugees are still surviving in the refugee camp in cement block buildings. In 1971, Israeli authorities demolished over 2,000 shelters, making 8,000 inhabitants refugees for a second time. كانت حياة صعبة جدا. كان عندنا أمل كبير. كان الناس يقولوا بس هي هذه أسبوع أو أسبوعين وبعدين راح ترجعوا على بلادكم. كنا عايشين على الأمل. ولكن كان هذا أمل كاذب. إحنا عايشين في دنيا كلها ظلم، فيش عدل. أكبر جريمة حصلت في التاريخ من يوم آدم لليوم هو انتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه ويجيبوا شعب غريب مشتت وسكنوا مكاننا. لما تشوف انت الاوضاع تعرف انه الاوضاع غير مناسبة انه احنا نرجع بلادنا. في شيء يشجع انه انا يكون عندي امل انه راح ارجع، ولكن الامل في اولادنا في احفادنا.